ده الكلام اللي بتقوليه؟ أنا عمري ما توقعت ولا أتوقع أي حاجة من واحد ملوش لازمة، وأمنياتي خلاص هتموت معايا. حماية، أنا حاسس إن حياتي دي بقت تقيلة قوي. باقي في عمري قد إيه؟ تقيلة قوي؟ يا حماية أنت طبعاً مش قصدك تقول تقيلة قوي، قصدك حياتك بقت مملة. بس أصلي حماتك كانت تقيلة قوي فقلت أقول كده. يعني مالكيش في الحوار؟ الولاد لسه ما وصلوش؟ أيوة هم أهم. الأشقية جم، جبنا في سيرة القط جه ينط. إحنا من بكرة مش هنروح المدرسة. ليه؟ أنتوا أخدتوا الأجازة ولا هم فصلوكوا من المدرسة؟ بنركب عربية مكشوفة، ودلوقتي بقى فيه كمان مطر بيبوظ شعرنا وهدومنا كلها كمان، ده غير بقى الحرارة هتبوظ لبشرتي على الآخر. أهو سمعت ست الأميرة، لسه عيلة صغيرة وقلقانة قال على بشرتها وهي مش عايزة هي تروح المدرسة. بابا كان بيمشي 3 كيلو عشان يروح المدرسة. إحنا ما يهمناش بيمشي كم كيلو بالظبط، احنا خلاص شكلنا وشكل القصر كله بقى في الارض. ايوه بالظبط، احنا بناخد مواصلة عشان نروح المدرسة، وباقي زمايلنا بيجوا المدرسة بعربيات ملاكي فخمة، فيا اما تشتروا عربية يا اما نبطل نروح المدرسة وبراحتكم. طيب تمام، وليه المدرسة بس؟ ما تبطلوا تاكلوا كمان. مش طلب فرد، ده طلب كل طفل في القصر، ولو ما نفذتوش الطلب بتاعنا احنا مش هنذاكر تاني. إنام اسمعني بس يا إنام، سمعتي الكلام ده؟ دول مش بيطلبوا حاجة بخمسة روبية، دول عايزين حاجة بملايين. ولادي كانوا لسه بيتكلموا في نفس الموضوع. يا أبلة شنتي، فكري في الموضوع، لو رحنا المدرسة في العربية الملاكي ساعتها الناس لما يشوفونا هيسألوا مين الأطفال دول، وساعتها هيعرفوا إننا ساكنين في القصر الكبير ده وهيعاملونا باحترام كمان. صح. وعايزة أقولك طلبنا ده مش طلب علشان نحنا وبس. لو عملتوا كده الناس كلها هتتكلم عنكم بشكل مش ممكن. بس يا حبايبي ليه ما تخليهمش يتكلموا عنكم علشان متفوقين في الدراسة؟ الولاد دول عندهم حق، أنا فعلا بتخيل شكلهم وهم رايحين المدرسة في عربية ملاكي. لو سمحت يا ماما أهو جد كمان موافق. أيوة لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت. كفاية كلام في الموضوع ده، روحوا يلا غيروا هدومكوا عشان الغدا. أنا حاسة يا شنتي إن الولاد دول مش مركزين في المدرسة، هم بس مركزين على أصحابهم ومعهم إيه. أنا أصلاً لو كان معايا مليون روبية كنت رحت اشتريت بيهم حلق وعقد دهب. أيوة يا شنتي فعلاً عندك حق، أنا بدل ما كنت أضيع الفلوس كنت سافرت. أيوة صح،